هلا بكم في حلقتنا الجديدة من مهووس. ضفنا لكم فقرة حلوة ببرنامجنا اللي هي فقرة الشبكات، اللي راح نشرح بها عن الشبكات العراقية وراح نسوي مقارنة بسيطة بيناتها. نتمنى أن تعجبكم ونتمنى أن نعطيكم كل التفاصيل اللازمة قبل شراء السيم كارد. أسسل أسعار المكالمات من شبكة آسيا إلى شبكة آسيا 2 دينار بالثانية، أما من شبكة آسيا إلى شبكات الأخرى 4 دينار بالثانية. أخذ لك أسسل وخذ صديقك يأخذ أسسل وبقي على 2 دينار بالثانية. عمي ما تروح، شبكة زين الاتصال بيها بين شبكة زين وشبكة زين 2 دينار للثانية، وبين شبكة زين والشبكات الأخرى 3.9 دينار بالثانية. والله أنك زين يا زين. يا معود، ما لكم علاقة بالشبكات الأخرى، هنا الحكي مرتب كورك. ما تتصور ايش قد رخيصة المكالمات بين كورك وكورك، 1.4 دينار للثانية، بين كورك والشبكات الأخرى 2.1 دينار للثانية. روح دور العراق كله ما راح تلقى أرخص من هيك مكالمات. بعد اكو هواية حكي وتفاصيل بكورك راح أذكر لكم إياها بالحلقات الجاية إن شاء الله. بالتيبس مال اليوم راح اشرح لكم عن خدمه فان ماي ايفون مقدمه من ابل. هي خدمه تتيح لك انه اذا لا سامح الله انباك جهازك او نسيته في المكان او واحد اخذه، تقدر من خلالها تعرف مكان جهاز على الخرائط او تفرمته او تغير الباسورد او تدز رساله تظهر على الواجهه مال الجهاز. اليوم راح اشرح لكم بالتفصيل عن هذه الخدمه. اول شيء نفعل خدمه الفان ماي ايفون من السيتنجز بالايفون. نروح على سيتنجز او الاعدادات، راح ننزل جوا، نروح على خانه الاي كلاود، ندوس عليها، ننزل جوا نلقى Find My iPhone، مجرد نشغلها نقول له اوكي هاي تفعلت. هسه نروح من الحاسبه ونتحكم. اول شيء تفتح من المتصفح على اللابتوب او على الكمبيوتر على موقع icloud.com، اللينك راح يكون موجود بالديسكربشن، وراح تسجل بحساب الابل اي دي. ورا ما تدوسون على Find My iPhone راح تطلع لكم الخريطه وعليها الاجهزه مالتكم. نجي منها على All Devices، يعني الاجهزه كلها مالتك، تختار الجهاز اللي مثلاً ضيعه وتريد تتحكم به، بس مثلاً على الآيفون. من هنا راح تطلع لك ثلاث اختيارات. البلاي ساوند راح يطلع صوت بالجهاز، حتى مثلاً إذا ضيعه بالبيت في مثلاً جوا الكنتور وأنت ما تعرف وين راح يطلع صوت وراح تندل وين. اللوست مود هو أنه تحط رقمك، هذا الرقم راح يطلع بالجهاز في حال أنت مضيعه، أي واحد يلقى الجهاز راح يخابر على هذا الرقم. أما الإريز فون هو فرمة الجهاز، كل شيء يمسح به فرمة يعني كاملا. بهاي الحلقة ما راح احكي لكم على موبايل مثل كل مرة، راح اسوي لكم مراجعة للماك بوك اير. اغلبنا نستخدم الويندوز، بس راح احكي لكم ليش لازم نحول على الماك. اروع تصميم ممكن تشوفه هو تصميم الماك بوك اير، اللي يجي نحيف كلش وخفيف، لما راح تخليه على رجلك ما راح تحس اصلا اكو حاسبة. بالنسبة لمواصفاته، فأكو نوعين من الماك بوك اير، الـ 13 انج والـ 11 انج. اللي دا نسوي له مراجعة هو الـ 11 انج، اللي يجي وياه مساحة تخزين 128 جيجا بايت SSD، معالج ثنائي نواة كور i5، 4 جيجا بايت رام، وكارت شاشة 1 جيجا انتل HD جرافيكس 5000. مواصفات ممتازة ما عدا مساحة التخزين القليلة كلش، بس ميزتها انه هي SSD، سعرها غالي بس طلقة بكتابة وقراءة البيانات. النظام هو الماك او اس اكس، نظام خاص بالماك تسويه شركة ابل، يتميز بثباته وقوة برامجه. اغلبنا ما يحول الماك لان يخاف له برامج الويندوز ما تنزل عليه، بس بالحقيقة اغلب برامج الويندوز موجودة على الماك، حتى الاوفيس موجود. مشكلته الوحيدة انه ما تنزل عليه العاب قوية مثل كول اوف ديوتي وهالسوالف، بس ابل موفرت لك طريقة رسمية لتنصيب الويندوز ويا نظام الماك والعب ايش قد ما تريد. من اهم الميزات انه ما احتاج انتي فايروس للماك مالتي، النظام ممتاز من ناحية الامان. ميز الاخ انه ماكو مشكلة تعاريف مثل ويندوز، كل ما انصب نظام جديد لازم اعرف الشاشة من جديد والصوت وهيج سوالف. الاداء قوي كلش على الماك بوك اير، واي برنامج ببالك تقدر تشغله عليها. صح هي حاسبة صغيرة، بس كل شي شغلنا عليها من الافتر افكت الى الفوتوشوب وغيرها. من ناحية الباتري، فالماك بوك اير مشهورة بقوة باتريها، راح يطول وياك 9 ساعات من الاستخدام المتواصل. الشاشة حلوة كلش، مو رتنا ديسبلاي بس الوانها حلوة. من اكثر الاشياء اللي تعجبني بالماك هي التراك باد والكيبورد. الكيبورد بالاضاءة الخلفية اذا انطفت الكهرباء تقدر تشوف الحروف،
والتراك باد تقدر تسوي به هواي اشياء مثل افتح اللانش باد اللي يطلع لك كل البرامج بخمس اصابع واسوي زوم ان وزوم اوت عن طريقه. من سلبيات الماك هو سعره الغالي، مو كل الناس راح تقدر تشتري، بس الغالي رخيص راح يطول وياك هواية وراح يفيدك. شخصيا اشوف نظام الماك احسن من الويندوز بهواية لانه يريحك بشكل رهيب، وكل الانظمة الجديدة والتحديثات راح تكون مجانية نفس الايفون والايباد. اليوم راح اقدمكم تطبيقين حلوين وخفيفين. التطبيق الاول هو تطبيق كود اكاديمي لتعلم البرمجة او اساسيات البرمجة، والتطبيق الثاني هو تطبيق كلين ماستر اللي يزيد من كفاءة جهازك الاندرويد، راح نحكي عنهم ان شاء الله بالتفصيل، تابعونا. تطبيق كود اكاديمي والمقتبس من موقع كود اكاديمي لتعلم البرمجة. التطبيق يعطيك اساسيات البرمجة او نظرة عامة عن البرمجة من خلال 6 أو 5 اشياء يقدم لك اياها. فمثلا لو ندخل على هنا getting started او بالبداية، راح اشوف هنا عبارة عن مربع صغير يعطيك تعليمات انه شنو لازم تسوي، شنو لازم الكود مالتك يكون، وهذا الكود لازم تكتبه بهذا الفراغ. هناك فراغ صغير تضغط عليه راح يقول لك شنو تسوي. فمثلا هنا بهذا التعليمات المكتوبة يقول لي دخل اي نص، فمثلا انا راح اكتب مهووس، دخلت النص وحسب التعليمات اللي طانيها بهذا البوكس راح اسوي رن للكود او تنفيذ، راح يطلع لي هنا انه انا نفذت الكود، وراح انتقل للكود او التمرين اللي بعده. باختصار هذا التطبيق انصح به جميع المهتمين بالتقنية او حتى غير المهتم بالتقنية، لانه احنا دا نعيش بعالم تقني بحت، وماكو مشكلة اذا اخذت نظرة عامة او بيسكس بسيطة عن البرمجة وتشوف شلون المبرمج يتعامل ويا الاكواد والى اخره. التطبيق الاخر لهذا اليوم هو تطبيق كلين ماستر على اجهزة الاندرويد. التطبيق يعطيك قد مستخدم من مساحة الجهاز، هنا عندك مستخدم 55% مثلا، انا جهازي مستخدم 55% من الذاكرة الموجودة بالجهاز، وهنا عندي مستخدم 60% من الرام اللي حاليا موجود، يعني 60% انا استخدم حاليا من الرام، انا هذا اللي يهمني. الرام من تضغط عليه راح يقول لك مثل ما ذكرت 60%، انه هنا اكو ميزه اسمها بوست. هاي ميزه البوست تخليني انه اني اوقف التطبيقات اللي تشتغل بالخلفيه، فمن ادوس بوست هنا راح يقلل سوالي مثل مسح ل 397 ميجا بايت موجوده بالرام لتطبيقات تشتغل بالخلفيه. فلاحظنا 48% صارت 48% استخدمت الرام بعد ان كانت 60%، وهذا راح يسوي فرق ملحوظ بسرعه الجهاز. ثاني شيء هو الجنك فايلز، هاي ملفات الكاش. ملفات الكاش الموجوده في بعض البرامج، ملفات الكاش بعد ان تطلع من التطبيق وترجع تدخل للتطبيق راح تكون هذه موجوده، وبالتالي راح تسوي تحميل اسرع للجهاز. بس شنو مشكله هذه الملفات؟ مرات توصل الى مساحه كبيره جدا تاخذها من الذاكره، فمثلا اني 30 ميجا، مرات توصل الى 100 او 150 ميجا بايت، وهي مساحه كلش كبيره. هذا التطبيق يعطيني خيار انه انا امسح الكلين جنك، هنا يعطيني خيار انه انا امسح ملفات الكاش ويعطيني مساحه اكثر بالذاكره اللي انا استخدمها. التطبيق مهم جدا لكل جهاز اندرويد لحتى تعرف قد تستخدم من الرام، وحتى تمسح الملفات الزايده الغير مرغوب بها، نوعا ما نقدر نعتبرها هيك. والتطبيق مجاني ومتوفر على اجهزه الاندرويد.